السؤال ده بتسأله من كتير منكو، اللي هو هل ينفع اشوف فيديوهاتي ولا لا، وهل ده بيأثر بالسلب على القناة بتاعتي ولا بيأثر بالإيجاب ان انا بعمل مشاهدات، فده بيخلي اليوتيوب يرجح الفيديوهات بتاعتي ولا لا. وبدون ادنى شك واي تفكير اقدر اقولك ان ما ينفعش تشوف فيديوهاتك، وان ده بيمثل خطر على قناتك، لان هو اليوتيوب بيعتبر ان دي نقرات غير شرعية، وخاصة لو القناة بتاعتك مفعلة وبتستفاد ربح من الاعلانات اللي بتنزل على القناة. كده كده لو القناة بتاعتك مش مفعلة بينزل برضو عليها اعلانات، ولكن انت كده كده ما بتستفادش منها، فهنا اليوتيوب بيتغاضى عن حاجة زي كده، ولكن في الحدود المسموحة، اللي هو انت مثلا دخلت على الفيديو مرة واحدة، ودي حتى منصحش بيها ان انت تدخل على الفيديو بتاعك ولو مرة واحدة. عاوز تدخل على الفيديو، لو انت مفعل الربح لازم بتوقف الربح الاول عن الفيديو ده، بعد كده بتخش على الفيديو لو انت عاوز تراجعه او مثلا تكتب تعليق مثبت او ايا كان. ده بالنسبة ليك انت. طب بالنسبة لاسرتك واهلك واصحابك، هل من الكويس ان هم يدخلوا على الفيديو اكتر من مرة ولا لا؟ ولو دخلوا على الفيديو يضغطوا على الاعلانات برضو ولا لا؟ طبعا برضو ما انصحكش ان انت توجههم ان هم يخشوا على فيديوهاتك برضو اكتر من مرة، لان اليوتيوب بسهولة جدا هيقدر يعرف ان دي نقرات غير شرعية، لان الناس دول اكيد بيخشوا على فيديوهاتك باستمرار، فلما يلاقوا ان هم بيضغطوا على اعلان تاني وتالت وكذا اعلان من كل فيديو، فهنا الاعلانات كلها غير بعضها، فده طبعا شيء مش طبيعي ان واحد يكون اهتماماته لكل الاعلانات ولكل الاهتمامات، ومن هنا اليوتيوب ممكن يقفل قناتك او يقفل حساب الادسنس بتاعك، وده طبعا خطر جدا، واتكلمت عليه اكتر من مره، لان قفل القناه مش حاجه بسيطه ولا سهله، ولكنه هين جدا بالنسبه لقفل حساب الادسنس بتاعك، لان اليوتيوب لو قفل حساب الادسنس بتاعك فهو معاه المعلومات بتاعتك. لو جيت عملت حساب ادسنس جديد بنفس البيانات بتاعتك وعملت قناة تانية وجيت تفعل الربح بتاعها وتربطها بحساب الادسنس بتاعك، فهنا اليوتيوب برضو بيلغي لك تفعيل القناة الجديدة وما بتقدرش تربطها باي حتى حساب تاني، فخلي بالك لان اليوتيوب هنا بيرفض التعامل معاك نهائيا، اللي هي هنا الغلطة بفورة. فانصحك ان انت تبعد خالص عن المشاهدات المتكررة، وخصوصا الضغط على الاعلانات، يعني حتى لو هتشوف الفيديو لمرة واحدة، سواء اهلك او اسرتك او اصحابك يعني هيشوف الفيديو مرة واحدة، انصحك ان انت تقول لهم ان يبعدوا خالص عن الضغط على الاعلانات. دي من اخطر الحاجات اللي بيدقق عليها اليوتيوب وما بيعدهاش، وهكلمكم في فيديو منفصل لخطورة الامر ده، اذا كان مثلا حد من اصحابك عاوز يجاملك بان هو بيضغط على الاعلانات عشان يزود الارباح بتاعتك، او ان واحد مش حبك وعاوز يوقع القناة بتاعتك وبيضغط على الاعلانات بتاعتك برضو وبيشاهد الفيديو اكتر من مرة. هعمل فيديو ازاي بتتلافى حاجة زي كده، وازاي بتقدر ان انت تبلغ عنها عشان تتجنب اغلاق القناة او اغلاق حساب الادسنس بتاعك. وفي اخر الفيديو دايما احب انصحك في اي حاجة في اليوتيوب ان انت تبعد عن الشبهات، يعني ضغطتك على الفيديو لمرة او اتنين او اكتر دي مش هتجيب لك المكاسب اللي هي متوقعة، ولو انت اعتمدت على الضغطات والمكاسب اللي بتجيلك من الناحية دي هتلاقي ان انت مش مهتم بان انت تعمل المحتوى بتاعك عشان تقدر ان انت تزوده وتجيب مشاهدات ويجيب لك فعلا الربح الحقيقي اللي بيزيد مع الوقت. لكن انت لو اهتميت بان انت تضغط على فيديوهاتك فانت هتمشي برتم ثابت وقليل ومش هيكفيك ومش هتقدر توصل بيه لحاجة، بل بالعكس مسيرك في يوم من الايام اليوتيوب هيعرف الضغطات الغير شرعية دي وهيقفل لك الحساب بتاعك، وهنا هتبقى المشكلة الكبيرة. وطبعا انا عارف ان كتير منكم بيشوف ان هو بيتعب كتير على الفيديوهات وما بيلاقيش فيوهات وما بيلاقيش مقابل الربح اللي هو يقابل التعب اللي تعبه في الفيديوهات بتاعته، فبيضطر ان هو يروح للطرق دي، ولكن الطرق دي للأسف نهايتها وحشة. وده كان فيديو سريع ولكن مهم جدا ان انا اتكلم في النقطة دي، ولو عندك اي مشكلة او اي استفسار اكتب لي في التعليقات، برد على كل التعليقات ما بسيبش ولا تعليق، واعمل لايك لو عجبك الفيديو عشان ينتشر ويفيد اكبر كم ممكن من الناس، واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.